ده ايه اللي معاه كده؟ تمساح. ده تمساح. ده سنه قد ايه؟ 5 شهور. 5 شهور. بدايتهم لما بابا كان بيجيب تمساح صغيرة، كان أول تمساح جايبه كنت أنا بخاف منه جدا، بس بعديها اتعودت وبقيت أنا اللي بتعامل معاهم، وأنا اللي بقيت أحط لهم المية والأكل وكل حاجة. وبعديها مرة على مرة بقينا نربيهم، نخليهم الأكبر يعني، وبقينا نحط لهم، أنا بقى اللي بقيت أتعامل، وأنا اللي بقيت أحط لهم أي حاجة، أحط لهم أكلهم، وأنا اللي بتعامل معاهم. حبيتهم يعني. تدرسي ايه؟ أنا في ثانوية عامة. ثانوية عامة. سمعتك وانت داخلة الاستوديو بتقولي ان التماسيح دول رجالتي، صح؟ عندي كام تمساح في البيت؟ عندي 5. معاكي هنا كام واحد منهم؟ فرجيني بقى معاكي النهاردة. معايا 5. اعمارهم ايه بقى واسمائهم ايه بقى انت مسمياهم؟ ده غضب وده رعد. طب بتربيهم ازاي يعني؟ ياكلوا ايه مثلا؟ ممكن كبده، ممكن سمك اللي هو صغير خالص ده، بس في الشتا اصلا هو ما بياكلش يعني، غير كل فين وفين، غير لو اتدفى بياكل. بيعيش في بيئه شكلها ايه؟ في الشقه يعني. سايبينهم في البيت ماشيين كده في البيت؟ ايوه عادي، او ما بيحصلش حاجه يعني. ساعات بيتحبسوا لما مثلا عايز ياكل او عايز يشرب، بيتحبسوا في مكان كده عشان يعرفوا ياكلوا ويشربوا. التماسيح دي بقى هل خطر؟ لا، ما هو اللي يعرف يتعامل معاها مش هتبقى خطر يعني. طيب خليني اروح لرماج وبعدين ارجع لي تاني. الهوايه بقى دي بدات امتى عندك؟ بدات من 4 سنين تقريبا. يعني وانت عندك 10 سنين؟ اه. جات لك ازاي الهوايه دي؟ عادي، كنا مثلا ممكن ننزل سوق الجمعه مثلا نجيب اكسسوار او حاجه للكلاب او حاجه، فلفت نظري التعبين وكده، فحبيت ان انا اجرب. واول ما جبت واحد للاسف وانا مش موجوده في البيت عض والدتي، فهي ما بقتش تحب التعابين خالص، بقت متعقده من حاجه اسمها تعابين. بس بقيت اربي، مات مني طبعا اول واحد، ما كنتش عارفه عنه اي حاجه. بعد كده ابتديت اتعلم من ناس قديمه، دخلت جروبات كتير، اتعلمت من ناس كتير، شفت ناس مربيه، اخدت خبرات. بعد كده ابتديت جبت 2 وربيتهم كويس جدا، وبعد كده كبروا يعني معايا. يعني ربيتيهم كويس جدا؟ يعني جبت لهم حته من الطبيعه في الحوض بتاعهم، ده تعبان بيعيش في اسمه الدساس، بيعيش في الرمله. جبت له حوض كبير على قده، حطيت فيه رمله، حطيت فيه طاجن ميه عشان لو عايز يشرب او عايز ينزل عادي يستحمى فيه، وبس كده، ومغبأ بس، وبشمسه كل يوم زي في الطبيعه بالظبط، ووفر له حراره في الشتاء. طب بتربي تعابين حاجه تانية غير التعابين؟ بربي. انا شايف معاك حاجات تانية هنا. بربي تعابين. ده عنكبوت. عنكبوت؟ ده اللي هو بنشوفه في مصر العادي، اللي هو بنشوفه في اي حته، اسمه روتيلا مصريه، من اجمل انواع العناكب اللي ممكن تتربى. عنكبوت؟ ده بيتربى ازاي بقى العنكبوت ده؟ علبه برضو عاديه جدا، ممكن زي دي مثلا، وافرشها مثلا ممكن بتمص، دي تربه اللي زي اللي هناك دي، تربه بيعيشوا فيها، او كوكو بيت، حاجات برضو نفس التربه، بس واحط له مغبأ لو كبير. يعني دي تربه اللي قاعد فيها دي تربه؟ هي دي التربه بتاعته، بتاعته اللي هو بيعيش فيها. في الطبيعه، وهو كمان بتوفر له البيئه الطبيعيه بتاعته. ده ايه بقى؟ دي ضفادع. ضفادع؟ مش الضفادع، بص، في نوعين من في مصر، حاجه اسمها ضفدع وحاجه اسمها علجوم. ده علجوم. علجوم بيبقى كبير شويه. العلجوم ده حاجه كده سامه، مش سامه للبشر يعني، سامه للحيوانات يعني، لو حاجه اكلتها هتموت. مربيه سحالي كمان؟ سحالي دفنه، من اجمل السحالي المصريه تقريبا. هل السحليه مضره؟ خطر؟ لا خالص، ما فيهاش حاجه، حتى لو عضت، وده نادر، كانها قرصه وانت اصلا مش حاسس بيها، ومش سامه. الناس فاكره ان السحليه الدفانه سامه، لا، السحليه الدفانه مش سامه خالص، اهي ممكن تعض دلوقتي اهي. انت ماسكه التمساح والتعابين بس ما شاء الله عليكي، ولا فارق معاكي تمساح واتنين تعابين، وقاعده هاديه تمام. السحليه الدفانه او السحالي، اغلبيه السحالي موجوده في مصر، والابراص لو مسكت ديلها من هنا. انت بتربي ابراص؟ بربي برضه. لو مسكت ديلها من هنا هي بتقطعه، بتفصله عن جسمها بارادتها، وهي تلهيك في الديل وهي تمشي، هي ويطلع لها واحد تاني عادي، بس مش هيبقى بنفس لون الجسم ده، مش بنفس اللون الاصلي. لونها جميل فعلا. لونها جميل جدا، وبتكبر لحجم اكبر من كده كمان. ودول برضه انت بتربيهم في البيت؟ بربيهم في البيت برضه. وبابا وماما لسه في البيت قاعدين؟ عادي. لا يعني ما فيش مشاكل؟ في حاجات هما بيحبوها، في حاجات مش متقبلينها خالص. ايه تاني معاكي؟ عقارب. انا شايف في ام 44.
ام 44 اشرحي لنا بقى ام 44 برضه عشان الناس تاخد فكره عنها. دي ام 44؟ دي ام 44. طيب هي بتكبر طبعا اكتر من كده بكتير. ام 44 سامه بس مش تموت بني ادم، بس عضتها مش جميله خالص يعني، توجع جدا وبتوع كتير. ارفع ايدي كده عشان بس. هي لونها جميله جدا، هي سامه بس عايشه بيئه شكلها ايه بقى؟ عايشه بيئه شكلها في الاماكن الرطبه. ممكن مثلا في الاماكن الزراعه تلاقيها، اي مكان رطب بتبقى فيه. وعادي تبقى موجوده في البيوت برضو. وبتاكل ايه بقى ام 44؟ بتاكل حشرات. هي دي لسه صغيره كده، فانت بتجيبي لها حشرات ايه تاكلها؟ بجيب لها حشرات زي الميلورم، دود كده معايا. ولما تكبر بتاكل صراصير كبيره ممكن. بتاكل صراصير كبيره؟ عادي. اهو بس عضتها بالنسبه لحاجه مثلا صغيره ممكن تموت حاجه صغيره. ايه تاني معاكي؟ عقرب ابو جنزير. عقرب ابو جنزير؟ ايه بقى عقرب ابو جنزير ده؟ او عقرب المقابر، بيسموه عقرب المقابر او عقرب ابو جنزير. يعني ايه عقرب المقابر؟ عادي هو اسم. اسم موجود في الحتت دي يعني. يعني بيكون موجود في المقابر. وهو برضه اسمه كده برضه عشان ايه؟ سام وكده يعني. اهو ده سام؟ ده عقرب. ده عقرب سام جدا. سام جدا. لو عض يموت. ممكن ديله هنا تلاحظوا شبه الجنزير كده. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجه تفوتك.